نتكلموا على الشق الإداري والقانوني. تعرفون أنا مثل هذا النوع من القضايا يجب أن يتعامل معه بالطرق القانونية اللازمة. لذلك فور حدوث أو فور سماع هذه التصريحات العنصرية تم تشكيل فرقة من المحامين على مستوى سفارة الجزائر بفرنسا، بما أنه لازم دائما نبقاو في القناة الرسمية، بما أنه الدولة بكل مؤسساتها حتى السيد رئيس الجمهورية كان يتابع كل صغيرة وكبيرة داخل القرية الأولمبية وكل ما يخص أبطالنا. لذلك تم تشكيل فرقة من المحامين من أجل دراسة هذه القضية واتخاذ إجراءات لازمة، وانطلقنا في هذه الإجراءات. لذلك في ظل هذه الظروف، وتعرفون أن الأمور التي تخص العدالة يجب أن تبقى في سرية حسب ما طلب منا من طرف المحامين، وأكيد نحن مطالبون بإعلام الرأي العام في الوقت المناسب بتفاصيل وحيثيات هذه القضية. إنما كونوا على يقين أننا مجندون من أجل حماية أبطالنا واسترداد حقوقهم والحفاظ على صورة الجزائر مهما كلف الثمن.